return the index of the first occurrence of the specific element object in the list, or minus one if the list does not contain the element. اوكي قال لي ان اول صدفه في الليست يعني اذا كان شيء متكرر بياخذ بس اول واحد وبنشوف هالشيء. فنرجع الاندكس ماله او ماينس واحد في حال مو موجود. زين شلون بنسوي هالميثود؟ خلينا نروح نكتب هالميثود مالنا داير خذينا كوبي. زين شوفوا هني بعد اعطاني ايرور لان ليش هاي نوعيته ريتير. زين علشان اشيل الايرور ايش انا بقول له؟ بقول له ريتير ماينس 1. اوكي بس كذي بخليه. الحين ببتدي اشتغل عليه. زين مثل ما عرفنا من ساعة احتاج شنو اسوي ترافلينج. مثل ما تشوف في الرسمة انه شنو لازم احتاج اكون هني اتشيك هل هو الديتا نفسه؟ لا روح الثاني روح الثالث. اقدر استخدم فور ولكن خلنا نستخدم هالمرة شنو نستخدم وايل عشان يكون عندي فكرة ان استخدم الطريقتين. ان اللوب مجرد بيكون لوب تكرار ما بيفرق سواء استخدم فور او وايل. اذا الخطوة الاولى مثل ما حددنا ان شنو نوت تمب ايكوال هيد عشان شنو ما المس الهيد مالي وامسحه. اوكي فبنستخدم بعدين شنو وايل وافتح قوس وبريسي واحط البريسي تحت. زين شنو بيكون الكونديشن في الوايل؟ الكونديشن بيكون في الوايل ان اهم شيء تمب ما يكون امتي. اوكي اعتقد هاي حق الحفظ بيكون وايد اسهل. اهم شيء عنده ان التمب ما يكون امتي. اوكي واحنا مثل ما عرفنا التمب بيكون او في اول مره بيكون شنو بيكون عالي والادرس اللي هو النكست بيكون شنو 101. اوكي زين والاوبجكت مالنا خلينا نقول الاوبجكت اللي ندوره خلينا نقول محمد. اوكي خلينا نشوف شلون بيصير العمليه. الاوبجكت شلون بيكون المقارنة؟ طبعا راح احتاج اف فبقول له شنو؟ بقول له اف اف شنو؟ مثل ما قلنا احنا نتعامل ويا انواع اي فلازم شنو نستخدم؟ نستخدم دوت ايكوالز. فشنو نقول له؟ نقول له temp dot data dot equals نفتح قوس ونخلي الاوبجكت داخله. اوكي خلي بس بحط سبيس عشان يكون واضح وخلى هاي الكونديشن حط له لون ثاني. تمام فهاي الكونديشن كان في حال انه حصل مفترض شنو يصير؟ يرجع لي ترو او يرجع لي رقم الاندكس. خلينا نشوف قبل ما اكتب شنو يصير. خلينا نروح في الالس مفترض شنو يسوي. مو لازم اكتب else ولكن بس عشان نقرب المعنى كثر ما نقدر نقول له else. في else مفترض شنو يصير؟ يصير لي شغلتين او بالاحرى يصير لي update. update حق شنو؟ حق شغلتين. مفترض يكون عندي variable اسمه شنو؟ اسمه index. اوكي فبقول له index بقول له integer index اول مرة بيساوي كم؟ بيساوي لي طبعا صفر. اوكي اذا ما حصل الاوبجكت في الحاله مفترض شنو يصير له؟ يصير له ابديت فنقول له اندكس بلس بلس. اوكي وعقب شنو نحتاج نسوي ابديت حق شنو؟ حق التمب فلازم يروح النكست. نقول له تمب ايكوال تمب دوت next. اوكي
فهالابديتين اثنيناتهم صاروا. زين خلينا نقول حصلنا الاف، مفترض شنو يصير؟ دايركت لازم يقطع اللوب يعطينا القيمه، فشنو بيصير؟ فبنكتب هني ريتيرن اندكس وانتهينا، تمام. فهاي بيكون طريقه الوايل مالي، وكل مره بيصير له ابديت هني وبيتغير القيم الى ما يحصل التارجت، او اذا ما حصل بيصير ماينس 1. خلينا نكتب هاي بالكومبايلر ونشيك هالميثود مالي. خلي بدايه نعرف الاشياء اللي نحتاجها اللي هو اندكس، اوكي نخليها ايكوال 0. بعدين نحتاج شنو؟ نحتاج نود علشان ما نمسح النود مالنا. خلي بس اصك هالميثود عشان عينكم تركز بس على هالميثود اللي نشتغل عليه، اوكي. فنود فهني بنقول له temp node equal شنو؟ head، لان نبغي معلومات الهيد نفسها ناخذ عليها ونكمل المسألة مالتنا. نقول له while temp node not equal null. وقوس عشان يكون واضح شغلنا. فشنو بنكتب؟ سيدا بنروح حق الاف وبنحط الكونديشن اللي هو شنو؟ اللي هو temp dot data، لان احنا قاعد نقارن الداتا. زين dot equals object اللي موجود في البراميتر اللي هو وين؟ هاي نفسه، اوكي هاي هو. زين وننزل تحت مثل ما سوينا مساعة، نكتب الالس اول بس عشان ناخذ الفكرة، بعدين نرجع. الالس بيكون شنو؟ الابديت اندكس. فبنسوي ابديت حق اندكس، فبنقول له اندكس ايكوال، فنسوي ابديت حق الاندكس فنقول له اندكس بلس بلس. وبعد بنسوي ابديت، الابديت بيكون حق شنو؟ حق temp temp node. زين temp node قلنا temp equal temp dot next semicolon، وهني نرجع ونحط له شنو؟ نحط له return index. اوكي مو لازم يكون في else، ولكن ممكن نقدر نخليه الالس على حسب انتو شنو اريح لكم. ممكن يكون ارتب اذا خلينا الالس وبنفهم شنو قاعد اللي نسويه. فهني نحط بعد قوس هاي الالس، ان هاي الالس هاي الاف، ولكن حتى لو شلت الالس عادي بيشتغل، لان ليش؟ في حالة اذا اشتغل الاف بيقطع الميثود وبيطلع، فما ما بيفرق. زين وخلينا شنو هني السيفتي ماينس 1، في حال انه طلع من اللوب وما اخذ القيمه يطلع له ماينس 1. خلينا نشيك. نقول سيستم دوت اوت ليس دوت اندكس اوف، بنحط الاوبجكت مالنا، خلينا نقول مثلا محمد نفس المثال، وخلينا نشوف انه في اي اندكس هاي موجود. في اندكس 2 تمام، اللي هو 0 1 2 تمام. في اندكس 2 خلينا نحط اي شيء خرابيط، خلينا نشوف شنو بيطلع لنا. بيطلع لي ماينس 1 انه مو موجود، اوكي. فالميثود شغال، وخلينا نتاكد من سالفه الالس. إذا شلنا الالس هل بيتم شغال نفسه نفس ما هو ولا لا؟ شلت الالس هني وشلت القوس من هني، وبرجع بشغل الميثود. أعطاني ماينس 1 حق الخرابيش. فالحين بحط مثلا محمد، اشتغل لي عادي تمام.
فخلى ارجع الكود مثل ما كان بس علشان يكون اسهل واوضح حق القراءة، ممكن الواحد كذي يتخربط. زين، فهاي النسبة حق الاندكس اوف. اندكس اوف بينفعنا في وايد ميثودات، وايد بيسهل علينا. فخلنا نكمل، عندنا الاندكس اوف، خلصنا هالاثنين، نحط عليهم نوع الهايلايت ان خلصناهم. بروح حق شنو الحين؟ بنروح حق contains. زين contains بيقول لي هل الميثود موجود او غير موجود. اوكي okay.